هاي المتاهات وذاك باب السجن والمساجين. باب السجن والسجانه وهاي المتاهات هسه بطمنا نشرح حتى طلعتنا من السجن. اي من الله في عاشيله. تعال تعال. هاي يدوخون السجين بيا ودي شو نسوي. الله يلعنهم. وقسم شلون يطبون ما ادري يا ريت اللي عنده ضوء وهاي يدخل له حتى اشرح له الوضعيه. هذا المكان نعم غرفه هاي العرض مالها متر ونص والطول مالها 4 امتار. شوف ايش بها من خدع. تفضل. امزح هناك اخوان. امزح هناك اخوان. ياسين ياسين ما طار بس هاي دائما هاي شوف الغرفه حجي دائما الظلام مالها هذا في اي وقت ما يدخلها الضوء تماما. هسه واحد لربما واحد يسال سؤال يقول شلون اكتشفتوا هذا السجن؟ من خلال ايش اكتشفتوا هذا السجن؟ من بعد ما تفحصنا بكل الغرف لقينا هاي الغرفه تختلف تماما عن كل الغرف. شو ضوء الشمس ما يدخل لها اطلاقا ضوء الشمس ما يدخل لها. الثانيه هذا بالكهرباء ولا ما اشتغلت. الثانيه اللي الفت انتباهنا حجاجنا لقينا هذا عباره عن محراب هذا المكان. شو اللي الفت انتباهنا؟ اللبخ هذا يختلف عن هذا اللبخ. هذا لبخ بليد وهذا لبخ لا بمالج. فشو توقعنا؟ توقعنا هذا باب. خابرنا بالعمليات اللي هو قائد عمليات سامر قلنا له هاي وهاي الوضعيه لا لا خلي العفو. قال فتحوه. دقينا عليه فتحناه ايش طلع الارض الحقيقيه هاي. هذا مو باب. فشو توقعنا؟ توقعنا محراب مال صلاه. جبنا البوصله خلينا البوصله على اساس محراب مال صلاه طلعت القبله هاي اكو ذاك سهم صار القبله هاي يعني مو محراب مال صلاه لو الشباب ما جاي يسمون اسمه ايش سوينا حجي؟ قلنا خلينا ننظفها بدينا ننظفها هاي عباره عن نطبقها كاشك هذا فرش كلها من هذا الفرش بعض نطبقها كلها فرش هاي شكل حبي ما في هاي الحفره يعني مخشوشه تماما من خلال ما نلتف شنو بعد عندها هاي الفرشيه هنا ايضا خابرنا اجينا اجونا خبراء من النجف كذا على حسب الصوت فتحنا لقيناه هذا عباره عن جب العمق ماله متر و90 سنتي. لما اجى الشيخ حيدر الانصاري هنا صراحه انا اكون حتى لاني مطمئن من كلامي والكلام يسجل ولا ربما ينعرض ثبت عن المحلاتي شهيد المحلات رحمه الله عليه يقول يعني يؤرخ يقول الامام الهادي سلام الله عليه كان مدفون في غربه لن يدخل لها ضوء الشمس في كل وقت إضافة لهذا حفروا له حفرة قالوا له هذا سجنك وهذا قبر وهذا المكان انسجن به الإمام الهادي مدة سنتين سلام الله عليه ويقال حتى الكارم مديون هنا. الأخ اللي هو أبو الحفرة العسكرية قال لا الإمام الهادي مو سجن بس السنتين ذني الإمام الهادي